السلام عليكم، كي راكم صافا؟ كلشي مزيان. الحلقه ديال اليوم هي كيفاش ندير اذا بغيت نتعلم سالتو اراب، او كيفاش ندير اذا بغيت نتعلم سيد فليم. المهم انا نبسط لكم الامور وندير لكم شي طريق يكون ساهل. مع خليكم معايا، نجي بيديا من الفوق، تنجي هنا تنشد هنا عند الكابيه باش نضرب. المهم بالبوزيسيون امين خويا. المهم باش نحاول نبسط لكم سهل سهل سهل، نحاولوا نجيبوا شي واحد نوقفوه بهاد البوزيسيون بعد شويه هنا، ونحاول ندوز انايا من فوق باش نسهل العمليه ديال السيتري. تنجي هنا، تنجيب ظهري عند ظهره و تندرجو. المهم حطينا هذاك خونا هنايا ملي لعبنا من فوق، وحاولنا غير باش نسهلوا العمليه. المهم من بعد ملي نحس براسي راني مزيان نيفيتي ونحاول نعاود بوحدي. المهم نتمنى تعجبكم الحلقه ويكون داكشي مفهوم، ومش بخلوش علينا بلي جيم ديالكم ولي بارطاج، راكم نسيتونا هاد الايامات. المهم راكم عزاز وسنه سعيده. مع